بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله عدد ما مشى في السماوات والأرضين ودرج. لا إله إلا الله بيده مفاتيح الفرج. والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من أهل الكفر والشرك والسحر والضلال. ونصلي ونسلم على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله من العباد. حسبنا الخالق من المخلوق. حسبنا الرازق من المرزوق. حسبنا الله وكفى. بسم الله أرقيكم من كل داء يؤذيكم. بسم الله أرقيكم من كل بلاء يؤذيكم. بسم الله أرقيكم من كل شر وشقاء يشقيكم. بسم الله أرقيكم من كل نفس أو عين حاقد أو عين حاسد. بسم الله أرقيكم من كل نفس أو سحر ساحر أو كيد كائد. بسم الله أرقيكم من شر النفاثات في العقد. بسم الله أرقيكم من شر حاقد إذا حقد. بسم الله أرقيكم من شر حاسد إذا حسد. بسم الله أرقيكم من شر ساحر إذا سحر. بسم الله أرقيكم من شر ناظر إذا نظر. بسم الله أرقيكم والله يحفظكم والله يرعاكم والله يعيذكم. بسم الله أرقيكم من وساوس الصدر وشتات الأمر. بسم الله أرقيكم من الأمراض والأوهام. بسم الله أرقيكم من نزغات الشيطان ومن الأسقام. بسم الله أرقيكم من الكوابيس ومزعجات الأحلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ولمزه ونفثه ونفخه. بسم الله الشافي المعافي. بسم الله الكافي. بسم الله الأول والآخر والظاهر والباطن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 وارحمنا، أنت مولانا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين، 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 وإذا مرضت فهو يشفين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. يا قومنا أجيبوا
داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد
رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 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 سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل مرض وسقم وبلاء يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم رب الناس اذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وما تحاذرون أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وما تحاذرون أعيذكم بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر كل ذي شر لا تطيقون شره ومن شر كل دابة الله آخذ بناصيتها ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض أعيذكم بالله العلي العظيم مما استعاذ منه محمد وعيسى وموسى وإبراهيم الذي وفى أعيذكم بالله العلي العظيم مما استعاذ منه محمد وعيسى وموسى وإبراهيم الذي وفى أعيذكم بالله العلي العظيم مما استعاذ منه محمد وعيسى وموسى وإبراهيم الذي وفى أعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل شيطان من شر كل شيطان مريد من بطش كل جبار عنيد أعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل لابس ولامس ومن خادم السحر والحارس أعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل لابس ولامس ومن خادم السحر والحارس أعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل لابس ولامس ومن خادم السحر والحارس أعيذكم بالله العلي العظيم من نزغات الشياطين ومن جنودهم وأعوانهم أعيذكم بالله العلي العظيم من شر الحاقدين ومن شر الحاسدين ومن شر العائنين أعيذكم بالله العلي العظيم من شر الحاقدين ومن شر الحاسدين ومن شر العائنين أعيذكم بالله العلي العظيم من شر الناظرين ومن شر السحرة والشياطين ومن شر السحرة والشياطين
اللهم أبطل أثر عين نظرت وما بركت، اللهم أبطل أثر عين نظرت وما بركت، اللهم أبطل أثر عين نظرت وما بركت، اللهم أبطل أثر عين حاسدة تتمنى زوال النعم، اللهم أبطل أثر عين حاسدة تتمنى زوال النعم، اللهم أبطل أثر عين حاسدة تتمنى زوال النعم، اللهم أبرد حرها وأبطل أثرها وأزل أذاها وضررها وشرها، اللهم أبطل سحر ساحر إذا سحر، اللهم أبطل سحر ساحر إذا سحر، اللهم وأبطل سحر منتقم وحاسد وحاقد، اللهم أبطل سحر الحاسدين من الرجال، اللهم أبطل سحر الحاقدات من النساء، اللهم وأبطل سحرا مأكولا ومشروبا، اللهم وأبطل سحرا معقودا ومنفوثا، اللهم وأبطل سحرا دس في الطعام، اللهم وأبطل سحرا عقد بالأثر من الملابس والشعر، اللهم أبطل سحرا أحرق بالنار وذر في الهواء، اللهم أبطل سحرا رمي في البحار والآبار والأنهار، اللهم أبطل سحرا دفن تحت الأشجار والأحجار، اللهم أبطل سحرا عقد للتفريق بين المرأة وزوجها، اللهم أبطل سحر كراهية المرأة لزوجها، اللهم أبطل سحر كراهية الزوج لزوجته، اللهم أبطل سحر التفريق بين المخطوبة وخاطبها، اللهم أبطل سحر الفشل في العلم والعمل، اللهم أبطل سحر عدم التوفيق في الأعمال، اللهم أنزل رحمة من عندك ترفع بها البلاء وتنزل بها الشفاء وتشفي بها الأدواء، اللهم اعصمهم من الشيطان ومن سحر وحسد شياطين الإنس والجان، اللهم اعصمهم من الشيطان ومن عين ونظرة شياطين الإنس والجان، اللهم اشرح صدورهم، اللهم اهد قلوبهم، اللهم أزل بأسهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اجمع لهم بين الأجر والعافية، اللهم اجعل ما أصابهم كفارة لهم ورفعة لدرجاتهم يا رب العالمين، اللهم ارفع البلاء وأتم الشفاء، اللهم واجعلهم في حصن حصين يا رحمن يا رحيم، اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى ولا منتهى، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.